بعض الرجال اللي موجودين عندي على البيج ليهم مني كل التقدير والاحترام، كان ليهم تحفظ على الرأي اللي انا قلته في فيديو المطلقات. الفكرة اللي انا حاولت اوضح وجهة نظري عن طريق الكتابة، فلقيت الموضوع هيبقى صعب شوية، فعشان كده عملت الفيديو ده. معظم الكومنتات بتقول ان الستات بتمرمط الرجالة في المحاكم وبتخليه يشوف ولاده بالعافية، وان الراجل ممكن يستمر في العلاقة الزوجية دي لمجرد ان هو خايف من القايمة ومن المؤخر والحاجات اللي هو كاتبها على نفسه. حبيت بس ارد بمثال بسيط عن سيد الدمياط. ألف ألف مبروك للعريس والعروسة، إن بالنسبة لأم العروسة فهي طالق بالتلات وتروح من القاعة على بيت أهلها. الراجل اللي انتوا شايفينه ده المفروض ان هو فرحان بأهم يوم في حياة بنته، وبدل ما يحافظ على كرامتها قدام عريسها وقدام أهله، لا، مسك الميكروفون وطلق مراته. تخيل القهرة اللي فيها الأم يعيني والبنت في يوم فرحها. الغريب كمان في الموضوع ان الراجل مطلق مراته اصلا من سنتين، ودي مش اول زيجة ليه، دي التالتة. وسبب الطلاق ان الراجل كان بياخد مرتبها، متعرفش بيصرفه في ايه. ايا كان السبب، واضح كده هو مين اللي خرب البيت، الراجل ولا الست. على العموم انا محترم رأيك جدا، بس اي نظرية في الدنيا ما ينفعش تبقى عامة. يعني مش كل الرجالة قادرة ومفترية، ولا كل الستات قادرة ومفترية، بس ان جيت للحق الستات المكسورة كتير ومغلوبة على امرها. قليل جدا لما تسمع عن ست خربت بيتها واتطلقت من جوزها عشان خاطر تاخد النفقة ولا تاخد المؤخر، ولو في حد عمل كده يبقى ده مريض نفسي ومحتاج يتعالج. كل حكاية وليها أبعادها، كل بيت وليه قصته. مفيش ظالم على طول الخط، وبرضه مفيش مظلوم على طول الخط. احنا مش ملايكة، بس ياريت نكون بشر.